مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. بوابة فيتو عصام عبد الفتاح توقيع بروتوكول تحكيمي مع المغرب والجزائر. الشروق اتحاد الكرة سننتهي من الدوري والكاس قبل بطولات إفريقيا 2019. سوبر كورة الكاف يخطر اتحاد الكرة بترتيب حضور محمد صلاح حفل أحسن لاعب في أفريقيا. اليوم السابع دورة ودية لمنتخب 2001 في دبي في مارس. رئيس استاد القاهرة يعلن الموعد النهائي لعودته للخدمة والأندية التي طلبت استخدامه. بوابة الفجر حطب لا يجوز نقل تبعية مركز التسوية والتحكيم لوزارة العدل. يورو سبورت عربية لاعب الأهلي والزمالك على قائمة سليمان لتدعيم بتروجيت. بوابة فيتو مدرب النجوم نعاني من أزمة في الهجوم، أحمد سامي مالوش في المشكلات. الوطن سبورت كلوب لصلاح قدم كل ما لديك والحكم نهاية الموسم. المصري اليوم محمد عواد أفضل أو أفضل اللعب في الدوري السعودي على الأهلي والزمالك. صدى البلد نادي قاسم باشا يفجر مفاجأة بشأن رحيل تريزيجي في يناير. سبورت 360 ريال مدريد يراقب إيكاردي وقاهر برشلونة. كورة بوكا جونيورز يودع جماهيره قبل التوجه لمدريد. الشروق اليوم 6 مباريات في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، قمة ما بين مانشستر يونايتد والأرسنال وليفربول لمطاردة السيتي أمام بيرنلي. يلا كورة، رونالدو يعتذر عن حضور إياب نهائي كاس ليبرتادوريز. 1-3 بايرن يرصد 150 مليون يورو لخطف نجمي أياكس من برشلونة. سبورت 360 الحاج ضيوف ندمت على ارتداء قميص ليفربول. سوبر كورة سيميوني يشكك في أحقية منح الكرة الذهبية لمودريتش على حساب غريزمان. كورة فوجبا لمورينيو لست كبش فداء. نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار ونبتدي مع بوابة فيتو اللي قالت إن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أكد إن اتحاد الكرة هيوقع بروتوكول تعاون مع المغرب والجزائر عشان يتم تبادل الخبرات التحكيمية. قال كمان عبد الفتاح إن توقيع البروتوكول قريب جدا في ظل رغبة الأندية المصرية بتعيين حكام غير مصريين في المباريات. اتحاد الكرة وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد التونسي لتبادل الحكام. خلاص كمان الشروق قالت ان احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره قال انه لا داعي للقلق بشان انتهاء النسخه الحاليه من بطوله الدوري والكاس. وقال كمان مجاهد في تصريحات تلفزيونيه ان الدوري والكاس هينتهوا قبل ما يتم تحديد الفرق المشاركه في النسخه القادمه لدوري الابطال والكونفدراليه في موسم 2019-2020. اكد كمان احمد مجاهد ان رئيس الاتحاد هاني ابو ريده مستني تصور كامل من رئيس لجنه المسابقات عامر حسين بشأن الجدول الكامل للبطولتين يوم 10 ديسمبر اللي جاي. سوبر كورة كمان قال إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لجأ لنظيره المصري برئاسة هاني أبو ريدة للتواصل مع الدولي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وده عشان يرتبوا حضوره للحفل المقرر لاختيار أفضل لاعب في أفريقيا واللي بينظمه الاتحاد القاري، وبيعلن الكاف جايزة أفضل لاعب في أفريقيا يوم 8 من الشهر المقبل 8 يناير في العاصمة السنغالية داكار. بينافس اللاعب على اللقب مع عدد من اللعيبة اللي بيلعبوا
في الدوريات الأوروبية المختلفة، وفشل مسؤولي الاتحاد الأفريقي أن هم يتواصلوا قبل كده مع اللاعب خلال الفترة الماضية بسبب انشغال محمد صلاح الدايم بمباريات فريقه. وطبعا كان في رغبة من الاتحاد القاري في تحديد برنامج للاعب وزيارته المرتقبة اللي هيقوم بها في العاصمة السنغالية داكار. وتواصل الجهاز الإداري للفراعنة بناء على طلب من هاني أبو ريدة مع محمد صلاح، وبلغوه برغبته في أو برغبة عدد من المسؤولين في الاتحاد الأفريقي أن هم يتواصلوا معاه عشان يرتبوا معاه لحضوره لحفل الاتحاد العام الحالي. وده أكيد اللي رحب به محمد صلاح، وأكد أن هو حريص جدا أن هو يتكلم مع مسؤولين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.